القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المند الفضائي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، حلقتنا لهذا اليوم طبعا نتفقد العوائل الفقيرة والعوائل التي تحتاج الوقوف معها. فاليوم لدينا زيارة إلى عائلة لديهم ثلاثة معاقين في غرفة واحدة، وأيضا أيتام. هذول معاقين أيتام. فاليوم جينا لهذا البيت المتواضع اللي شاهدون طبعا من عنوانه، هذا الشباك، شوفوا هذا شباك الفقير والمحتاج، شوفوا شلون. واحنا الان طبعا اجواء ممطره وبارده وفصل الشتاء، وشوفوا عيشتهم شلون علي من عايشين. وشاهد شاهد من اهلها كما تشاهدون على هاي العلب، وعلى اللي هذا من يبيع هذا ويسد رمق المعاقات اثنين وولد. فاحنا راح نصعد ونتعرف عليهم، وراح شنو معاناة امهم، وايضا نسمع اللي يدور حديث انا وزوجة والدهم، لان امهم متوفية. طبعا حلقتنا لهذا اليوم هي راح تكون برعاية الحجية الطيبة ام السجاد والسجاد من البصرة ابو الخصيب. طبعا هذه الامرأة الطيبة انطتنا خمس سادة وخمس عوام. خمس العوام هو 507,000 دينار عراقي، وبقى خمس السادة. إن شاء الله ننتظر حلقات قادمة. فهم اليوم مو سادة معانا، فالخمسمية شفنا احنا طبعا جرينا جرد عليهم وشفنا احتياجاتهم، كان محتاجين جيزر، فراش، تدفئة، ملابس، مواد غذائية، حفاظات، فوفرنا لهم اللي يحتاجوه. فكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيم. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. أعزائي المشاهدين، طبعا المعاقين مخليهم في غرفة، والغرفة هي علوية يعني فوق السطح. فراح نتعرف عليهم وراح نجي على أمهم ونتعرف عليها. يا الله، السلام عليكم. السلام عليكم يا طيبين. السلام عليكم، شلوني؟ إن شاء الله زين، عافية، تسلم. هلا، وشلون؟ زين ان شاء الله.
ان شاء الله الله يشافيك ويعافيك. السلام عليكم. سلام مية ريال. اولا نقول لك الله يكون بعونك والله يساعدك على المعاناه بعد عمري. عساك سال بدون قبرك. راح تعرفيني وحده وحده. البنيه هاي ام الازرق شمال اللي تبوا علينا. وجدان هذه هي وجدان ام الازرق. ايها ايش قد عمرها وجدان؟ 26 سنه. خطيه. واللي بصفها هاي اللي قاعده 20 واللي هو ولد اللي واقف علمه 21 سنه. ايه. طبعا انتم مو والدتهم. لا والله انا مرتبوه. والدتهم هذول عتها وتوفى؟ اي. يعني هذول ايتام مساكين. وهذا كلش ايش قصار لما توفى؟ صار 25 هيك متوفى. 25 يوم ولا 25؟ 25 سنه. خطيه. اي. شاذن اعمارهم ازيد من 25. اي كانوا صغير صايرين. توفت. اي. يعني بعدهم صغار هذا ابو سنه هذا ابو ست شهور. خطيه ست سبع شهور ثمانيه البنيه صغيرون. اي اصغر وحده هاي. اي. مساكين. اي. انت طبعا ما عندك اولاد؟ لا والله كل شيء ما عندي. زين انت شو لقبك؟ انت قلت ام غايب. على راسي. ها؟ على راسي. ام غايب ان شاء الله الله يجيب الغايب. انت كم سنه صار من تزوجت الوالد؟ اي الحين توفت على الزواج. 25 سنه. احنا دائما نسمع قصص يقول اللي يتزوج ودائما يترك ولد ولتي مرت الابو ما تريده تشد ويا الطفل هذه المعاناه. فانت معاقين يعني. لا حاطتهم على راسي والله بلا عباس. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام. ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. الله يعطيك الصحة والعافية. أنت فعلا أمرها مجاهدة. تدرين أنت كل واحد أجرش قد إلك؟ ها؟ على راسه والله ميطيحون مريضين. أنا طايحة والعباس وفاق. تعلقت بهم كثير يعني؟ أكثر من اللازم. خطيب شو شوفين شو تشعرين وانت تقدمين هاي الخدمة لهم؟ هم مو يعني مو جهالك مو ولدك مو شو اسمه يعني. تعلقت بهم أزيد من طاقي. نعم. هسه ما يأكلون إلا أنا أوكلهم. خطيب بس هالبنية تأكل إلا أنا أوكلهم بحلوقهم. ما يوم ضجتي ما يوم يعني عكس ما نسمع يعني أكو بهم أطفال ونسمع قصص والله العظيم أطفال حلوين. خطية أمهم تتوفى ويزوج تصير هاي اللي يتزوجها يعني نقول قورها وقورها الطفل قورها وقورها المسكين هذا مو كل مشرد مو كل أسوأ. لكن أنت بالعكس مو كل أسوأ. مرتب ما هذول المرضى المعاقين ربك اتفت لهم يحتاج لهم عناية. اي والله عناية. زين والدهم شو يشتغل؟ عمالة. عمالة. خطية شوفين العمل يعني بسيط مو ذاك. أنا شفت اللي بقواطي تعب اي اي أنا اللي بقواطي. أنت اي والله في سبيل شو تجيبي لهم؟ اروح بالعلوة على مود الكروه. شو تجيبي لهم هاي القوة؟ واكل جيب شغلات لهم. اي ازيد شي شنو معاناتك؟ انا والله احتياجات هواي لهم. احتياجهم محفظات حليب اكل حليب فواكه. اي هواي راد لهم احتياجات غطوات فراشات. هذا شو اشوف علاوي جوعان شنو شو ياكل بال بالقماش؟ هاي طبيعته. ها يعني قماش؟ اي هاي طبيعته. هاي يطيح بين وشت البصل. ايوه خذتها للدكتور طان عصارات وطان الى وحدات ما فات. خطيه ما فات. شلون تحكي شنو؟ هاي بعد هي كل من سود. خطيه أيوة. يعني نهار كله يعلس بالبرله؟ نهار كله. هاي توين ولا انا ما اسمع شيء يعني؟ هاي هاي خطيه معوقه شل رباعي وايته مكسوره. بس هاي لا نعمه تقوم. الصوت من عندها مين هذا الصوت؟ انا اسمع. يعني طلع صوت. صوت تطلع مسكينه. ام غايب هسه انت شنو اللي تحتاجينه قد ما لك؟ بدون قلبك انا غساله هاي دي شوف الله فراح غساله والله هاي ملابسهم تعبت. انت اول شيء احتاجيتي جيزر. جيزر صحيح جيزر هو ضروري ضروري الجو بارد.
فضروري الجيزر، فان شاء الله الجيزر يجي، جبنا لك جيزر. قلبك اشكرك. وايضا راح نجيب لك المواد ان شاء الله يعجبنك. قلبك يا رب. فاذا اعزائي المشاهدين راح نوصل المواد هنا اليوم، نفرح مغايب ودعواتكم لها الله يعطيها الصحه والخير والعافيه، لان ماكو هيك مرت ابو وتحافظ على معاقين. الصاحي اذا واحد اثنين ويتزوج زوجته اذا توفت واذا بقى عنده طفل ما يتحملونه، فهاي اللي وارده. فتحيه جلال وكبار اليك، والله يحفظك والكل ان شاء الله يدعي لك بالخير والصحه والتوفيق. اعزائي المشاهدين تابعونا ان شاء الله من على شاشه قناه المهد الفضائيه بعد هذا الفاصل لبرنامج القلوب الرحيم. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. من نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب القيامة بالغا ما بلغت، ومن سقاه من ظمأه سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير، ومن كساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسو من الثوب سلك. هي نعمة وتجارة مذخورة على الفرج، بدعاء أم حائرة أو دمعة طفلة ويتيمة تتحول لفرح وابتسامة. نعم، إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. أعزائي المشاهدين عندنا بعد هذا الفاصل، وطبعا احنا جبنا لها احتياجاتها اللي هي حفاظات. راح نرجع وياك ان شاء الله، تعالي شوي تخرب اللي جاي. احنا جبنا لك اليوم اشياء ممكن تعينك. والله واجد جبنا لك هاي حفاظات، الله يوفقك. هيتر كهرباء لان الجو بارد عليهم، مو تمام؟ اشكرك اشكرك. وبسكويت وحليب وشامبو تنظفينهم للتنظيف، وصابون ديتول. زين اشكرك اشكرك. بالاضافه الى جيزر، وايضا هاي الملابس، وهاي شوف هاي جبنا لك فراش للغرفه كلها حسب قياسها. هاي شوفي هاي الكاربت اللي جديد، هسه راح نخلي الشباب ايضا يفرشونه حتى تخلينهم عليه، لان خطيه تسبحينهم على الساحه يفرش ان شاء الله. المهم هذا الكاربت جديد وملابس جديده. اشكرك يا عمر، الله يبارك. انت دائما تقولين انا هنا اغسلهم فوق السطح ما ادري شنو الحوض، هذا الدنيا مو بارده؟ اي والله بارد. ها؟ اي باردة عليهم. باردة عليهم موت. ايوه بس تكرموا بالحفاظة نزلهم جوا اشطفهم عديل. خطيه. اسبحهم عديل. نزلهم صعبة يا صعود. شو اسوي؟ انا قبل. زين انتوا من تطلعين من ترحين تسدين الباب عليهم؟ كم بس تسدين الباب عليهم. خطيه. مو شنو؟ يعني شلون السجين؟ هسه هم سجناء. اي سجناء، اي سجناء. تروحين للسوق. ابوهم خطيه. يا اخوهم. يبقى يمهم هنا. اي بس هذا اليد يبقى يعني سك الباب عليهم، بس هاي اللي ويانا جوا. خطير. اشوف هاي شوي مو ارتب وانظف و... نعمه هاي احسن. احسن خير من ذولاك تعبانين. خذوك تعبانين كلش تعبانين الحين. زين انت ترحين للزياره؟ ما اروح. ترحين لل ما اروح. ما رايح. ما رايح. شو صار لك ما رايحه؟ والله هواي صار. خطير. ما اروح على موتهم مساكين. زين انت ما تقدرين في اليوم يعني تزورينهم تطلبين لهم مراد من اليمه؟ دائما يقول المريض يزوروه. أيوة. مو صحيح هاي المعتقدات اللي انت ليش ما تزورينهم؟ علاوه خضاء ابوه هلك به كلش، تعب تعبي راد لهم سياره ياخذهم ويجيب، يحتاج نظافه بالطريق. اي اي نظافه سياره تاخذهم، يعني احتياج السياره لهم خاص. احنا يوم غايب جبنا لك الجيزر، فانت اليوم تشوفين لك واحد. هسه احنا نشوف لازم يجي واحد يعمل لك الجيزر. وقلت اكو بهم مرضى، مو قلت لي اكو بهم مرضى؟ هم مريضين تخلف عقل. لا لا علاجات اكو. اي علاجات. اي فهذا مبلغ ايضا. طبعا احنا اليوم هاي الاغراض والكل تدرين مين دعواتك؟ ام السجاد والسجاد الله يحفظهم. مرحبا بالسجاد. حتى اسمهم يعني على الائمه الاطهار. رضي الله عليه. زين رضي الله عليه. امام السجاد عليه السلام. المهم ف
فعندهم خمس مال ساده وعوام، فاحنا اليوم العوام صرفنا عليكم. اشكرك. زين؟ اشكرك. هم من العراق ومن البصره الزوير، وايضا هذا المبلغ اللي زاد لبو المي ياسسك الجيزر والكهرباء. زين؟ هاي فلوسه كامله. اشكرك يا عمري، اشكرك. الله يوفقك. دعواتك لهاي الامراه وابنها الطيب سجاد. الله يوفقها ان شاء الله ويسترها ويكفيها شر النادم وتوفيق. احنا دائما نقول اللي عنده خمس، اللي عنده شيء، يطيل هذول الايتام. بس لكن اكو نوبات حجر عثره يصير، مثل يشوفنا ويقلل لهم، يقلل الناس يابا يصير نطيل هذول. لا 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 ما يجوز. ليش؟ هذول اكو بعض المستفيدين من الاخماس. اكو فايده. ما يقبل، يصير حجر عثره امام اعمال الخير. مو؟ ما يصير. فعم يشوف هذا الخمس 507 الف دينار والمره ثاقين هم بينا. اشكرك. فهذا يوصل، جبنا الجقيزه، راي المواد، الكاربيت، الفلوس الباقيه. اشكرك. ويقول لهم طبعا ايش يقول لهم؟ بويا لا بعدين شكوا اكو بيهم. مثل طبعا مثلا من بغداد يريد يطلب البصره، يقولوا له ما يصير الا تطيب مكو بغداد. والله شلون اذا عندنا مدينه فقيره؟ وهذا انتم منكم هاي شو اسمه؟ عم تراجعوا زين، خاصه انت بويا مو الحوزه، الله يعطيهم الصحه والعافيه. اكو ارشادات واكو تعليمات، لا تحورون بكيفكم. فاللي ينطي خمس باي مكان يمشي، يعني اذا يشوف له فقير واحد محتاج بالطريق ما ينطيه، والله الا تروح فلان مكان. يعني شلون بالله نجيب الفقراء نحطهم يمكم بالمكانات اللي انتم ساكنين بيها؟ هواي كثير هيك يسيلون وما ينطون. فعم تعالوا شوفوا هاي العوائل التعبانه. اكو واحد اجى دق بابي فد يوم قال لك هاي 100 دينار. ان شاء الله الله ما يقطع بالناس اللي تحتاج. ودائما دعواتكم تعجيل ظهور صاحب العصر والزمان امام ابو صالح. فيا ابو صالح بزعلنا، اكو هواي فقره، اكو هواي ناس محتاجه، اكو هواي ناس بحاجه الى دعاء طبعا. اي والله دعاء. وخاصه اكو ناس والله مرضى ويدز فلوس. الحمد لله. فاحنا اختصرنا قبل نجمع مجموعه كبيره، بس قمنا نزور العوائل لان هم ما يدرون. يعني هسه اذا واحد مريض بالبيت ممدد عندهم ما حد يتحمله، مو ثلاثه واربعه. فقاعد احنا برنامج قلوب الرحيم نقول لهم شاهدوا، شوف هذول بيهم ثلاثه، وشلون هم متعيلهم، وشلون شنو احتياجاتهم. فكيف اذا اكو عوائل اربعه؟ ان شاء الله احنا الحلقات القادمه نطلع اربعه وخمسه من فرد بيت. فاحنا قاعد نسلط الاضواء على الناس اللي تحتاج فعلا، واحنا نتمنى من الجميع مؤازره برنامج قلوب الرحيم حتى نقدر نساعد هاي العوائل المساكين. شوفوها بس كاشيات، وهل تشوفون الونين مالتهم وبالضيم حالهم، سجناء في هذه الغرفة من 25 عام. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يوفقك. والله يوفقك. اشكرك يا عمر. وإن شاء الله الله يخليك ذخر لهذول المعاقين المرضى. يلا عليك. وبعدين أيتام هم وأمهم. فإن شاء الله مثواك الجنة أنت. لأن أنت فعلا أمرأة ربيتي هذول وتعبت عليهم ويتعبونك، يعني شوفي معاناتهم وهم متعلقين بيك، يعني انت توكلينهم وتشربينهم وانت تشربهم. والله ما ياكلون لا يشربون. انا وابوهم تعبان خطيه. الله يعطيه الصحه والعافيه ان شاء الله. الى ابوهم راح العمان بعد علي. القلوب الرحيمه، برنامج انساني خيري يأتيكم عبر شاشة قناة المهدي الفضائية. يهدف البرنامج إلى تقديم المساعدة قدر الإمكان إلى مستحقيها من الأيتام والفقراء والمرضى والمحتاجين، بغية مرضاة الله سبحانه وإسعاد الآخرين من الذين هم بحاجة ماسة إلى موقف ومبادرة. فكونوا تلك القلوب التي تنبض رحمة وإنسانية وساهم معنا في إسعاد الناس، فكل سعي سيجزي الله ساعيه، هيهات يذهب سعي المحسنين هبا. القلوب الرحيمة. خطيئة انت ما تقدرين هنا يعني تخلينهم فراش بالشمس؟ اي اطلعهم. اي اي خطيئة. اهم شيء الشمس ترى. اطلعهم الصبيح. هذا شنو البرميل المي؟ هذا مال ماي. اي نغسلهم به هنا يعني. اي هاي شغلته. والله روح شوفي لي شيل المي وذبيه بالحوض. حتى اعزائي المشاهدين طبعا احنا الان بالسطح العلوي، هذا مي من هنا تسبحهم هنا تغسل لهم.
هنا تخليهم، هنا الغسل مالهم يصير بالهواء الطلق بالسموح، ايضا حتى سطحهم شوفوا تعبان، السطح تعبان ومساكين. اقول لك الباب انت الا شو اسمه تقفلينه يعني الباب؟ اي مو يطلعون ياكلون وصاخ يزحون بالقعوه. هسه لا تفتحين الباب يجون اللي جاي؟ اذا تايه ما حد يسوون يطلعون، خاف عليهم من الجريذيه. طبعا عندكم جريذيه؟ اي والله. وين؟ فوق السطح. من السطح يصير عليها. هاي جريذيتنا تالي وقت هم قامت فوق السطح. اي وخاف عليهم. جريذيه كبير صغير؟ والله كبار وصغار تعرف. هم ما يعرفون الجريذه. لا شنو؟ يلا خلينا نروح يمهم حتى نختم الحلقه من برنامج قلوب رحيمه اليوم. شكرنا وتقديرنا لحجيتنا الطيبه ام السجاد وابو السجاد من العراق البصره ابو الزبير، الله يحفظهم والله يخليهم ذخر للفقراء والمحتاجين. اعزائي المشاهدين كل الصحه والعافيه، وشكرنا للحجيه مغايب اللي يشوفوها طبعا كل وقتها للمعاقين. مغايب دعواتي شلون سجاد؟ يوفقها ان شاء الله ويسترها ويشفيها شر من هذا المجال يصير ويرزقها ويرزقكم ان شاء الله. الف رحمه على والدك. اعزائي المشاهدين طبعا حلقتنا لهذا اليوم انتهت لزياره هذه العائله مثل ما شاهدوه عائله المعاقين. وشكرنا وتقديرنا الى الحجيه الطيب ام سجاد والسجاد من العراق البصرة الزوير، جزء من خمس طبعا هذا خمس العوام وصل لهذه العائلة واشترينا به الجيزر والمواد اللي شفتوها ظهرت بالحلقة. فاحنا نتمنى مساندة برنامج قلوب رحيمة، كثير من هذه الحالات كثير منهم يعني ما عنده علاج، ما عنده أيضا أجور كشفية طبيب، ما عنده أجور كشفية أشعة مختبر. فاحنا نتمنى المساهمة الجادة في برنامج قلوب رحيمة. فبدأنا يعني نزور العوائل ونقدم لهم معاناتهم، يعني نجي قبل يوم ندري شنو وضعهم، ندري شنو نقدم لهم اللي يحتاجونه. ف يعني نرجو من عندكم تخلون ايدكم بدينا حتى نقدر نعطي اكثر واكثر، لان احتياجات الناس كثيره ونحن مقبلين. طبعا بدأت الامطار والبرد بدا يكثر، فان شاء الله نتمنى تساعدونا في برنامج قلوب رحيمة من أجل مساعدة المعاقين والمرضى والمحتاجين. طبعا احنا اهتمينا بشريحة المعاقين لأن هم أكثر تضرر موجودين بالمجتمع، فنتمنى تساندونا وتعاونونا حتى نقدر نغطي عدد أكثر وأكثر. يعني لدينا آلاف من هذه الحالات المعاقين مكفوفين وأيضا الأمراض السرطانية، فنتمنى مساندة برنامج قلوب رحيمة وتقديم العون والمساعدة للبرنامج اللي أكثر من 20 عام يتواصل مع العوائل، يتواصل مع المرضى، يتواصل. ولدينا مشاريع كثيرة طبعا. الكثير من عوائل الأيتام اتصلوا علينا أكو بيوتهم تخر مي، يعني مطرتين مطرت بيوتهم تخر مي، ساقط المي على رؤوس الأيتام، رؤوس المرضى، رؤوس المعاقين. فنتمنى تساعدونا حتى نقدر نصلح نرمم. وايضا بدانا نوزع يعني ماده النايلون للبيوت، نعطي شادر على مود يعني كل ما يصير مطر يخلونه فوق السطح حتى يقيهم مياه الامطار. نتمنى لكم الصحه والخير والتوفيق، ونتمنى لكل انسان وقف مع برنامج قلوب رحيمه الله يطيه ويزيد خيره والله يكثر امثاله، واللي يفرح ايتام واللي يفرح فقير فان شاء الله عند رب العالمين هذا الشيء كبير. وأيضا يسعد قلب مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه عندما يسعد عوائل الأيتام والمحتاجين في هذه الظروف الصعبة. أعزائي المشاهدين الأرقام اللي راح تظهر على الشاشة حصريا للتبرعات، اللي يحب يساعدنا مساعدة العوائل ما عليه إلا أن يتصل على الأرقام اللي ظهرت الآن على الشاشة، ونحن نكون سعداء من الناس الذين يقدمون العون والمساعدة إلى برنامج القلوب الرحيم. إلى ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيم، في أمان الله. معا من أجل إسعاف المرضى وإعانة المحتاجين.
فبرنامج القلوب الرحيمة هو الطريق إلى الحسنات والجنان. نساهم في هذا البرنامج الإنساني ومعكم جميعا من على شاشة قناة المهدي الفضائية في مساعدة الأيتام والفقراء من ضيق الحال وضنك العيش. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. القلوب الرحيمة. القلوب الرحيمة برنامج إنساني خيري يأتيكم عبر شاشة قناة المهدي الفضائية. يهدف البرنامج إلى تقديم المساعدة قدر الإمكان إلى مستحقيها من الأيتام والفقراء والمرضى والمحتاجين، بغية مرضاة الله سبحانه وإسعاد الآخرين من الذين هم بحاجة ماسة إلى موقف ومبادرة. فكونوا تلك القلوب التي تنبض رحمة وإنسانية، وساهموا معنا في إسعاد الناس، فكل سعي سيجزي الله ساعيه، هيهات يذهب سعي المحسنين هبا. القلوب الرحيمة. من نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب القيامة بالغا ما بلغت، ومن سقاه من ظمأه سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير، ومن كساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسو من الثوب سلك. قلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. للمساهمة يرجى التواصل على الأرقام التالية 00964780100112، أو على الرقم التالي 00964770566646، أو عن طريق الواتساب على الرقم التالي 00964780500525. ويمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل info@almahdi.tv. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة.